يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. لكل حدا كان له دور كتير كبير خلال الفترة الماضية، كان للجمعيات الإنسانية دور كمان، أخذت دورها بالمكان الصح بتقديم المساعدات، الدعم النفسي، الدعم المادي لمنكوبي الزلزال. من هذه الجمعيات كان جمعية تنظيم الأسرة اللي عملت على تقديم المساعدات الطبية والنفسية والعينية. لنحكي أكثر عن هذه الجمعية واللي عم تقدمه خلال هذه الفترة، معنا بالاستوديو الأستاذ غياث زيبوك المنسق المحلي لفرع جمعية تنظيم الأسرة باللاذقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ غياث، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بداية بدنا نحكي أكثر عن الهدف من هذه الجمعية، وخاصة بفترة كارثة الزلزال، يعني كنتم كما كثيرين موجودين على أرض الواقع عم تقدموا المساعدات سواء كانت النفسية وحتى الدعم بكل أنواعه للأشخاص المتضررين، فنحكي عنكم بشكل عام والهدف من هذه الجمعية. بداية صباح الخير، جمعية تنظيم الأسرة السورية هي جمعية أهلية تطوعية مقرها الأساسي بدمشق، لها فروع بكافة محافظات القطر. طبعا هي عضو كامل بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، بالإضافة لمجموعة شراكات مع المنظمات الدولية العاملة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، منها منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وبالإضافة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. هلأ الهدف الأساسي أو الهدف العام لجمعية تنظيم الأسرة هو الارتقاء بالأسرة السورية من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية للوصول إلى مجتمع خالي من الأمراض بشكل عام. هيدا الهدف العام للجمعية. أما اليوم وفق بناء على تداعيات الزلزال، طبعا كان للجمعية سارعت الجمعية من خلال الفرق الطبية ومن خلال العيادات السابقة لتكون من أوائل الجمعيات. يعني اليوم الزلزال صار بستة شهر، نحن بسبعة شهر تاني يوم تماما صباحا كان في عنا ثلاث فرق طبية متوجهة لمراكز إيواء أحدثت على عجالة، يعني منها كان جامعة الشام، منها مدرسة يوسف نداف، ثلاث فرق طبية طلعوا بتاني يوم صباحا الساعة سبعة الصبح قدموا الخدمات الطبية من خلال الفرقنا الطبية سواء كان أطفال أو نسائية، بالإضافة لخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للناس القاطنين أو النزلاء ضمن مراكز الإيواء. طبعا واستمر العمل خلال من يوم سبعة الشهر لغاية تاريخه. طبعا تطور الشغل وتنظم أكثر، بحيث أنه اليوم كجمعية تنظيم الأسرة السورية وبعض الجمعيات الأخرى العاملة في القطاع الصحي صار إذا أشبه إذا جاز التعبير صارت أشبه بغرفة عمليات تقودها مديرية صحة اللاذقية. يعني إحنا كان اجتماعات متتالية للوصول أو الارتقاء بالخدمة الطبية لأعلى مستوى. يعني اليوم جمعية تنظيم الأسرة عندها ثلاث فرق طبية جوالة أطفال، بالإضافة لفريقين طبيين نسائية، بالإضافة لسبع عيادات ثابتة منتشرة على مستوى المحافظة اللاذقية. وضعت العيادات وتم التنسيق مع مديرية الصحة، بالإضافة لجمعيات أخرى تم التنسيق مع مديريات الصحة، بحيث أنه كل جمعية كل فريق طبي يتجه إلى مكان إلى أحد التجمعات على اعتبار نغطي جغرافيا كافة المراكز الإيواء، وبالإضافة أنه ما يصير دوبلوكيشن بالخدمة، يعني بحيث أنه تنظيم الأسرة اليوم بهذا المحل فلان، بهذا المحل إكس، بهذا المحل. يعني ونحن بشكل يومي يردنا جدول للأماكن المستهدفة بالتنسيق مع مديرية الصحة وطبعا منظمة اليونيسيف واليونيفي اي ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. أكيد الفرق الجوالة أستاذ، يعني عم نحكي عنها، الخدمات اللي عم بتقدمها وين عم بتكون موجودة؟ ذكرت ثلاث أماكن، ولكن ممكن يكونوا بأماكن تانية خلال هيدي الفترة في برنامج معين حاطينه؟ أكيد. بالنسبة لفرقنا مثل ما قلت بداية الحديث، نحن من أول يوم كنا بالاستجابة. فالمراكز الإيواء تقريبا على مستوى المحافظة اللاذقية غطيت بشكل كامل من خلال فرقنا الطبية، طبعا بالإضافة للفرق الطبية اللي عم تكون رديفة لنا من مديرية الصحة وباقي الجمعيات الثانية. يعني فمثلا نحن طلعنا على المدينة الرياضية، المدينة الرياضية بتعرفي أكبر تجمع إيواء بالمحافظة، طلعنا على تجمع شاطئ النخيل، على تجمع الشاطئ الأزرق، مدرسة بالمشروع العاشر، مدرسة يوسف نداف، أحمد بهي الشومان، بجبلي مدرسة صالح داود، الفيض مدرسة الفيض، حي العسالية، حي الرميلية، كمان حي الفيض. يعني اليوم مثلا عندنا بالقبو، عندنا بساتين الريحان، عندنا بمشروع بي. فكل يوم عم يكون عندنا نحن جدول لهي المناطق المتضررة. هلا حقيقة اليوم كل مجتمع الذي متضرر، وإنما في أولويات، في أولويات اللي هي مراكز الإيواء زائد المناطق المنكوبة فعلا، اللي هي مثلا مثل الغراف والرمل الجنوبي وبقية المناطق اللي حضراتكم تعرفوها تماما. يعني بالإضافة مثلا طلعنا كمان على أسطامو، فرق جوالي عم تطلع على أسطامو،
عم اقول لك نحن برنامجنا عم يكون بالتنسيق مع مديريه صحه اللاذقيه طبعا مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل، بحيث انه كل يوم كل فريق يكون له مكان ضمن المحافظه بحيث يغطي يغطي هذا المكان بشكل كامل. تمام، هدفكم الاساسي هو المساعدات او تقديم الرعايه الطبيه لكل الاشخاص المتضررين، هيدي بالمرتبه الاولى بعملكم استاذ غياس. يعني كمان في اشياء ثانيه عم تقدموها خلال هيدي الفتره، مساعدات او أكيد كانت عينيه؟ اكيد عزيزتي، هلا نحن اليوم شركاء مع منظمه اليونيسيف ومنظمه وصندوق الامم المتحده للسكان، فنحن اليوم لغايه هذه اللحظه موزعين اكثر من 2150 حقيبه نظافه نسائيه، حقيبه شخصيه. طبعا الفئه المستهدفه كانت عندنا هي الانثى من 14 سنه ولغايه 50 سنه، نحن بنسميها كيت كرامه شخصيه، بحيث انه بتتضمن الشغلات الضروريه للنظافه الشخصيه للانثى من 14 سنه ل 50 سنه. يعني برجع بقول لك نحن غطينا المدينه الرياضيه، مثلا يوم الخميس الفائت كنا بالمدينه الرياضيه، طبعا بالعدد وبالواحد وزعنا 965 حقيبه ل 965 انثى. طلعنا مثلا على الفيض كمان كذلك الامر، طبعا كله بالاعداد موجود، يعني طلعنا على مدرسه صلاح داوود كذلك الامر، طلعنا على مدرسه العزه كمان، هذول كلهم بجبله كذلك الامر، يوسف نداف، مدرسه يوسف نداف، تجمع بالغراف، يعني كل مراكز الايواء تقريبا هلا نحن غطيناها بشكل كامل بالنسبه لموضوع الحقيبه الصحيه. هلا على المقلب الاخر اللي الفرق الطبيه مع بالتشارك مع اليونيسيف او بالشراكه مع منظمه اليونيسيف، نحن بالاضافه للخدمه الطبيه نحن في عندنا فرق للترصد التغذوي. هي الفرق للترصد التغذوي تستهدف الاطفال من سن 6 شهور لسن 59 شهر، يعني من 6 شهور لحوالي 5 سنين، بالاضافه للنساء الحوامل والمرضعات، في بروتوكول خاص متفق عليه من قبل الجمعيه ومديريه الصحه ومنظمه اليونيسيف، بحيث انه كل سيده في مؤشرات معينه، كل سيده عندها سوء تغذيه بنوصف لها المغذيات الدقيقة بالوصف زائد مجموعة من الفيتامينات، طبعا بالإضافة للأدوية، بالإضافة لزبدة الفستق للأطفال، بالإضافة آسف زبدة الفستق الوقائية والتكميلية لمعالجة والعلاجية لمعالجة حالات سوء التغذية المتوسط وحالات سوء التغذية الشديد. كثير حلو. كمان يعني في حالات عم نشوفها ما بعد الكارثة، هي حالات يعني عم تكون مرضية منها خفيفة منها شديدة، فهذه الحالات كيف عم ترصدوها؟ هل عم بيتم نقلها إلى المشفى؟ عم بيتم وصف العلاج بالمكان اللي بيكون موجود فيه الشخص؟ تماما. هلا عزيزتي بنرجع للنقطة الأساسية اللي هي متعلقة بموضوع التنسيق، بموضوع التنسيق بين الجمعيات وبين مديرية الصحة باعتبارها المشرف الأول على موضوع الصحي ضمن المحافظة. فهلا نحن كل الفرق الطبيه اللي متواجده عندنا كجمعيه تنظيم اسره وحتى باقي الجمعيات الاخرى، في نظام ابلاغ عن اي حاله مشتبهه، يعني اليوم صار اجتماعات متتاليه خلال الاسبوع الماضي، اي حالات مشتبهه متعلقه بالامراض الساريه، اذا لا سمح الله كان كوليرا ولا كان جدري ولا كان شلل الاطفال، كل الحالات المتعلقه بهي المواضيع في نحن عندنا نظام ابلاغ يومي. يعني مثلا من يومين على سبيل المثال، يعني من يومين ذكر انه باحد المراكز في حالات جرب لثلاث عائلات، تم الاتصال مع الصحه ومشكورين جدا، يعني بلحظتها قال نحن متوجهين الى هذا المركز لرصد هذه الحاله، رصد حالات الكوليرا، رصد حالات الكوفيد، كل الامراض المزمنه اللي موجوده، كل الاوبئه اللي موجوده. اليوم نحن في عندنا نظام اسمه نظام الايورس لابلاغ الصحه مباشره بهذا الموضوع، اذا كانت الحاله متقدمه فورا يقوم الطبيب بتحويل هذا الشخص الى المشفى طبعا، وبيطلب له سياره اسعاف ومثل العاده، اذا كان خرج يعالجه بشكل مباشر فقولا واحدا يعالج بشكل مباشر. عملكم عم يكون على ارض الواقع كحاله استقصائيه للحالات اللي ممكن تكون موجوده بمراكز الايواء. طيب استاذ غياس، يعني نحكي عن العمل التطوعي اليوم وجمعيتكم هي يعني تطوعية بالآخر، كيف كانت همة الأشخاص اللي موجودين للتطوع من بداية الكارثة لهلأ؟ عزيزتي طبعا بكل فخر نقول اليوم شبابنا تطوعيين والأشخاص المتطوعين عندنا بالجمعية، يعني حقيقة ليل النهار يشغلون، يعني حقيقة اليوم كانوا على قدر على مستوى إذا جاز التعبير، كانوا على مستوى المرحلة، كان الإحساس سواء كانوا متطوعين أو موظفين، كان الإحساس بالأزمة إحساس كبير جدا، وبالتالي أي موظف أي متطوع أنت اليوم عم تطلبيه بأي لحظة من اللحظات عم يكون جاهز ومستعد، عم يكون يعني تواق لتقديم الخدمة.
عم يقول انه يا اخي انا اليوم ممكن ساعد، ما بس انه ساعد بالامور الطبيه، ممكن ساعد برفع الانقاض، ممكن ساعد بتوزيع بتوزيعات العينيه، ممكن ساعد حتى لو كان على مستوى تنظيم الدور على الفرق الطبيه. اليوم شبابنا في مجموعه من الشباب المتطوعين يعني حقيقه بيرفعوا الراس، وحقيقه كانوا على مستوى المرحله بكل دقه وبكل امانه. كثير حلو. هون عم نحكي عن الفرق الطبيه، ذكرنا عم بتكون موجوده بكل مكان لازم تكون موجوده فيه. حضراتكم وين متواجدين؟ المراكز الاساسيه لكم عم تكونوا موجودين؟ هل بامكان اي مواطن بحاجه لمساعده منكم يتجه لهذه المراكز؟ قولا واحدا، وهي دعوه موجهه للجميع. يعني اليوم نحن في عندنا عيادتين نسائيات تقدم خدمات الصحه الانجابيه بالتعاون مع صندوق المتحده للسكان، اللي هي بالرمل الشمالي بعد المخفر بحوالي 30 متر، واعتقد انه كل اللاذقيه بتعرفها. في عندنا عياده بجبله خلف تاكسي المدينه، خلف الملعب البلدي جانب تاكسي المدينه. جانب تاكسي المدينه هي بجبله، هي عيادات نسائيه. بالنسبه لعيادات الاطفال، في عندنا عياده بحاره الدن، في عندنا عياده بالرمل الفلسطيني، في عندنا عياده بسقوبين، في عندنا عياده بالحفه قريه بابنا. هي العيادات الثابته، نحن عندنا 7 عيادات ثابته بالاضافه للفرق الطبيه الجواله اللي هي عم تجوب كل جغرافيه اللاذقيه. باي مكان يقال انه هذا المكان يحتاج الى خدمات طبيه، طبعا بنرجع بنقول بالتنسيق مع غرفه العمليات بالصحه. فقولا واحدا بيكون اليوم الثاني او بنفس اليوم ممكن يتحول الفريق الطبي لهذا المكان. خلينا ننوه بس على الخدمات الطبيه اللي انتم عم تقدموها، يعني خارج ايام الكوارث والحالات الطارئه، شو هي يعني تحديدا للحوامل وللاطفال والرضع؟ عزيزتي العيادات الثابته المتعلقه بخدمات الصحه الانجابيه، كل ما تحتاجه الانثى، طبعا في طبيب نساء، في طبيب نسائي، في مقدم الدعم النفسي، في مدير حالي ضمن العياده، بالاضافه في قابله، طبعا كل ما تحتاجه الانثى يقدم لها طبيا، بالإضافة إلى جلسات التوعية المتعلقة بكثير قصص، يعني نظام أسبوعي شهري عندنا يعني لموضوع جلسات التوعية متعلقة بكل ما يخطر على بال الأنثى. مثلا سرطان الثدي، الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، أهمية الإرضاع الطبيعي، أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، أهمية يعني مواضيع كثير 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 كبيرة. خلال الأيام العادية عم تكون بالإضافة للخدمات الطبية هي بالعيادات النسائية. عيادات الأطفال طبعا كل ما يعنى بالأطفال والأم الحامل والمرضع، من خلال برامجنا الصحية، من خلال برامج العيادة الصحية بالإضافة لبرامج التوعية. يعني اليوم برامج التوعية عم تتضمن الحاله، مثلا الكوليرا عم تتضمن النظافه الشخصيه، عم تتضمن اهميه الارضاع الطبيعي. ونحن في عندنا برنامج خاص برنامج خاص بالتعاون مع اليونيسيف حول موضوع اهميه الارضاع الطبيعي، وحول موضوع انه اليوم التشجيع على موضوع الارضاع الطبيعي كونه مهم جدا 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 على الصعيد النفسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي اذا جاز التعبير يعني. فبالتالي نحن عياداتنا شغاله، بالاضافه لبرنامج خاص بموضوع الترصد التغذوي انا حكيته من شوي، اللي هو متعلق بالاطفال دون ال5 سنوات، بالاضافه للحوامل والمرضعات، ضمن بروتوكول موقع بين جمعيه تنظيم الاسره السوريه ومنظمه اليونيسيف، بالاضافه ل طبعا تحت اشراف مديريه الصحه والمنظمه الصحه العالميه. هذا البروتوكول كل سيده حامل او مرضع تاتي الى العياده، في بقيسوا محيط العضد، في قياسات معينه، اذا كان في عندها سوء تغذيه بتاخذ المغذيات الدقيقه، بتاخذ كل ما تحتاجه. اذا الطفل كان عنده سوء تغذيه، طبعا حالات سوء تغذيه مقسمه، طبعا سوء تغذيه متوسط وسوء تغذيه شديد. اذا كان سوء تغذيه متوسط بياخذ الطفل الزبده التكميلي بالاضافه للمغذيات الدقيقه. اذا كان شديد بياخذ الزبده العلاجيه طبعا وفق بروتوكول معين. اذا كان عنده اي اختلاطات طبيه ففورا يحول الى المشفى، طبعا نحن في تنسيق دائم بينه وبين المشافة، يحول الى المشفى يعالج ومن ثم يخضع للبرنامج اللي ذكرته من شوي. تمام، يعني هيدي بشكل عام عملكم استاذ غياس. يعني بدنا نحكي هلا بهيدي بالوضع اللي نحن فيه، الوضع الراهن اللي هو كارثه الزلزال، كثير من الشباب عندهم همه للتطوع. في حال حدا حابب يدخل معكم بالجمعيه، في يعني اشياء خاصه لازم تكون موجوده عند هذا الشخص او اي حدا فيهم بيقدر يكون موجود معكم كمتطوع؟ طبعا عزيزتي هلا بالحاله العاديه المتطوع عندنا له طلب انتساب، يعني بشويه اجراءات اداريه. اما اليوم نحن في شيء عندنا اسمه متطوع مؤازر. وكثير من الشباب اللي كان عندنا ابدوا الرغبه وابدوا الاستعداد انه يكونوا معنا ضمن الستاف العمل او ضمن فريق العمل. فهذا المتطوع المؤازر الحين يعني له حقوق المتطوع كاملا. هو المتطوع المؤازر هو يعمل لصالح فريق جمعيه تنظيم الاسره السوريه ضمن محافظه اللاذقيه طبعا وباقي المحافظات. اليوم المتطوعين المؤازرين لا يقل اهميه عن موضوع المتطوع العادي اللي مستكمل شروطه كمتطوع. اليوم نحن
كجمعية تنظيم الأسرة بنرحب بكل جهد، بنرحب بكل فكرة تطوعية، بنرحب بأي شيء هدفه أنه خدمة الناس وخدمة المجتمع بين الأزمة الحالية. أكيد نتمنى السلامة للجميع. كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل اللي عم بيشوفونا؟ إن شاء الله السلامة للجميع والسلامة لأمنا الكبير سوريا، وبرجع من أول الله يقدرنا ونكون على قدر المسؤولية. ويعني اليوم بصراحة الابتسامة في وجه أخيك صدقة. تمام، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك، وأكيد أنتم موجودين بكل الأماكن اللي ذكرتها لمدار الساعة، وعملكم من الصبح عم بيكون للمساء وبيضلوا 24 ساعة هون. ما بدنا ننوه على هيدا الموضوع كمان أستاذ غياث. عزيزتي هلا نحن دوامنا العادي كفرق طبية عم يكون دوام صباحي، بس عندما يتطلب الأمر أي تدخل فنحن أكيد جاهزين ونحن موجودين. طبعا المتطوعين والتوزيعات اللي قلت لك عليها حول موضوع حقائب النظافه هي 90% منها كانت بعد الظهر، يعني بالمدينه الرياضيه مثلا نحن بقينا من الساعه 2 الظهر للساعه 9 المساء، يعني سحبه واحده حوالي 6 ساعات او 7 ساعات، ونحن عم نوزع لكل سيده لكل فتاه بايدها، واهلا وسهلا والحمد لله على السلامه، ومع يعني وشكرا جزيلا للكل. لسه مستمرين بتوزيع هيدي الاشياء كلها؟ اكيد. هلا نحن وفق غرفة العمليات وغرفة التنسيق نحن عم نشوف وين في أي مركز إيواء ما عم يكون متوزع فيه حقائب نظافة أو حقائب نظافة هيدي، فنحن مستعدين خلال ساعة نكون موجودين عندهم ونوزع الشيء اللي حكينا. أكيد يعطيكم ألف عافية على هيدي الجهود اللي عم بتقوموا فيها. إن شاء الله هيك بنشوف كل الناس رجعت على بيوتها وبحالة مطمئنة. شكرا لك الأستاذ غياث زيبوك وحضرتك رئيس جمعية تنظيم الأسرة باللاذقية، يسعد صباحك وأكيد الحمد لله على سلامتك. شكرا لك والحمد لله على سلامتكم. وحقيقة يعني الدور الإعلامي دور مهم جدا 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 بتسليط الضوء على الاحتياج وعلى الخدمات المقدمة. شكرا لكم مره ثانيه، بس للتنويه انا منسق الفرع وليس رئيس الفرع. اهلا وسهلا. شكرا لك استاذ غياث، اهلا وسهلا فيك. شكرا.